في كرة القدم المصرية، مش عشان بقول لكم هزيمة الفرقتين الأهلي والزمالك أو حتى تعادل زد والمصري، لكن الشكل الحلو اللي احنا ظهر بيه الفرق كلها النهاردة في الأداء. على فكرة فكرة الأهداف ومتعتها وكثرتها في الدوري الممتاز هي دي اللي بتخلينا نقعد مبسوطين واحنا بنتفرج على الكرة والدوري المصري بشكل عام. كابتن رضا، الأهلي النهاردة وبداية تشكيله هو سبب الأداء وسبب الهزيمة النهاردة من البداية؟ طبعا طبعا. وانت دلوقتي كسبان كاس مصر ومفروض ان انت المعنويات بتاعت اللعيبه كلها عاليه. ايه عمر كمال مع كل الاحترام يلعب باك مساك؟ ايه اكرم توفيق اللي بقاله فتره ما بيلعبش ولعب النهارده عشان اختيارات حسام حسن ان هم يقولوا له ان اختياراتك كويسه؟ واخد بال حضرتك؟ وخلي بالك اكرم توفيق النهارده كل الكور المشتركه او اللي اشترك فيها كلها فاولات عليه. واخد بالك؟ فانت هو لعبه ليه؟ ما انت ممكن تلعبه في نص الملعب، في نص الملعب يبقى قد الحته بتاعت الباك رايت لان دي مش مكانه. ده تشكيله الاهلي اهو عنده اللي بيأديها بشكل كويس. ايوه يعني عنده كريم فؤاد. لا انا بقول لك لو لعب في الحته دي ممكن يقعد مروان عطيه لان ده عنده الباور اقوى، السرعه واخد بالك والقوه، وبعدين لما بياخد الكره وبيروح بيها كورته حلوه مش وحشه. اه يعني على فكره عمر كمال لو لعب ناحيه اليمين كمان هيفتح جبهه ناحيه، هو سريع وبيلعب. بعدين انت جايب عمر اصلا باك رايت يعني على اساس ان هو باك رايت. طبعا ما هو انت جايبه اصلا عشان ان انت محمد هاني مره كويس وخمس مرات ولا هو عايز يستفيد منه كابتن في الملعب وجوده في الملعب؟ مش بس مش ده المكان اللي يستفاد منه. مش المكان ده. انت لو لعبه باك ليفت احسن. ليه؟ لان هيطلع ويهاجم ويبقى مش اصل عمر مش المساك اللي هو يمسك فيرود ويبقى غتت معاه او حتى يبقى كورته عاليه عليه لا صعب. خلي بالك الجون الاولاني هو مركز في الراجل اللي اتزحلق لقى واحد تاني معدي ورايح فتحس ان هو اتخض والراجل عملها بالعرض. اما تتعمل في الطرف يلا ما تتعمل في القلب. بالظبط طبعا. ما هو في القلب اتعمل جول على طول. واخد بالك؟ فانا اعتقد دي حاجه. تاني حاجه نص الملعب، انت لعبت امام عاشور ليه النهارده؟ ما تريح، انت كسبت وجاب لك الكاس ريح ولعب ناس تانية يعني. حط كمان ديفندر زي ما بقول لك كده اكرم ومروان او بلاش مش عايز تحط اكرم في الحته دي، حط نيدفيد من البدايه اللي هو لعب الماتش اللي فات والسوليه اللي لعب الماتش اللي فات، خلي واحد منهم يبدا جنب مروان على الاقل مع قفشه. خصوصا هم موجودين مع قفشه هيبقى فيه كوره وشكل. احنا النهارده النادي الاهلي ما بيلعبش كوره خالص. انت الجونين اللي هو جابه من النادي الاهلي اللي هو الاول والثاني غلطات من الديفنس، واحده الاولى من ابو جبل والثانيه من محمد عبد الغني. من محمد عبد الغني اللي هو بيرجعها من لعبه رضا سليم. لا طب ماشي بتلعب رضا سليم، سيبه يكمل، سيبه. رضا ده من احسن الصفقات اللي جات لك السنه دي، بس اديله بقى مش كل يعني. انت تدي رضا سليم نص ساعة في ربع ساعة في الشوط الثاني ولا نص ساعة في الشوط الثاني وتطلعه وسايب مودست؟ ازاي جول يا كابتن؟ مين؟ مودست هو جابها ازاي؟ جول يا كابتن. طب وما رضا سليم جاب جول؟ ولا ده عليه جيلاتي والتاني عليه؟ ما هو ساب مودست عشان الموقف الفريق. موقف ايه ده؟ ده 90 دقيقة مش موجود. لازم يقدر يكسب، كان في تعادل يا كابتن. ظهر ما ماشي انزل كهربا بقى، ما انت بتلعب على طول بواحد سترايكر كويس. انت معاك كهربا ليه؟ طب ما انت لعبته الماتش اللي فات. هو نزل كهربا في دقيقة 88 مكان مروان. طب وده ينفع؟ وساب نص الملعب وكان ساعتها متعادل 3-3 صح؟ لما طلع. طب بتطلع مروان ليه؟ كان عايز بينزل كهربا عشان ياخد الجول. ما تطلع عن الحاج اللي بيلعب قدام. ما هو ما يبقى اتنين فراودة يا كابتن. مالهمش لازمه. مالهمش. طب لعبوا يجيبوا لك جون في الست دقايق اللي اداهم البنا ولا الاثنين يبقوا طيشه؟ سيب كهربا يلعب عشان يحس ان هو يعني انا لسه في دماغ الراجل. واخد بالك؟ انما للاسف انت هو اللي بيضيع وانتوا بتطلعوا تبرروا له. انا مش ببرر، احنا بنقول ممكن يكون ده التفكير يا كابتن مش تبرير. ما انت انا بكلمك دلوقتي بتقول لي ما جاب جون. طب ما رضا سليم جاب جون، ولا الجون بتاع ده كويس والجون ده بتاع ده وحش، ولا ده عليه جيلاتي ولا التاني عليه مثلا جبنه. هو بالنسبه للكولر ده حاجه حلوه قوي بالنسبه. طب ماشي خلاص جاب لك جون اقطفه. ده في فاول اتحسب له محمود البنا اداهاله. واخد بالك؟ ده محمود البنا اللي بيقومه. قوم يا عم الحاج، ايدك والنبي يا ابني.
طيب عشان هطلع لفاصل لان معلش الفاصل النهارده سريع لان احنا وقتنا ضيق جدا. هل تغييرات كولر النهارده جيده من خلال المباراه ولا دي ولا المره اللي فاتت هي بس توفيق ربنا في لعيب زي قفشه الماتش اللي فات توفيق النهارده حسين الشحات الموضوع اختلف المره دي؟ لا هي بتبقى توفيق انما الناس دي لازم تلعب عشان شكل الاهلي قوه الاهلي شخصيه الاهلي اسمعني بس انتوا لازم تطلعوا وتقولوا اصل هو بيعمل روتيشن غلط الروتيشن اللي بيعمله غلط ما هو لو بيعمل روتيشن كان واحد زي مصطفى شوبير ده النهارده لو بياخد مع الشناوي وهو موجود ما يخشش فيه الاربع تجوان لو انما انتوا تطلعوا اصل بيعمل روتيشن بس يجي الناس معينه وما يقدرش يعمل تمام. طيب هنطلع لفاصل كابتن وداب هرجع لك برده ماتش الاهلي لكن نطلع لفاصل ونرجع لك سريعا فاصل وكمان مع حضراتكم.